عودة مرة أخرى إلى الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي. أستاذ حسام، كنا نتحدث عن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي سجلت 66.7 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، وكنا أيضا نتحدث عن أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر واجهة جاذبة للاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية. كيف ترى ذلك؟ يعني بحسب بيان جهاز التعبئة والإحصاء المصري، وصول أو تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاقتصاد المصري سجل ما يقرب من 66 مليار دولار خلال على مدار العشر سنوات الماضية. ده بيؤكد أن هناك يعني رغبة قوية جدا من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وخاصة العربية في الاستثمار في الاقتصاد المصري، وده لعدة أسباب من أهمها وجود فرصة قوية جدا لتحقيق معدلات أرباح مرتفعة على الأموال المستثمرة بالاقتصاد المصري، ووجود فارق كبير جدا ما بين القيم السوقية لأغلب الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، ما بين القيمة السوقية وما بين القيمة العادلة، وإن القيمة العادلة للشركات الرائدة في جمهورية مصر العربية أكبر بكثير من القيم السوقية لها خلال الفترة الماضية، وده اللي دفع أغلب المؤسسات الأجنبية وخاصة العربية إلى الدخول في الاستثمارات وضخ استثمارات ورؤوس أموال بأغلب الشركات القوية والرائدة في مختلف المجالات الاقتصادية. وزي ما شاهدنا خلال الفترة الماضية تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكثر الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية، وده كان بيؤكدوا الكلام أو ما حدث بالعام الماضي بدخول السعودية وخاصة عن طريق الصندوق السيادي السعودي بضخ استثمارات في أكبر خمس شركات بمختلف القطاعات الانتاجية بجمهورية مصر العربية، وده اللي انعكس إيجابا على أداء هذه الشركات ماليا ودفعها نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي، وأيضا تحقيق معدلات أرباح مرتفعة على الناتج القومي الإجمالي وبالميزانيات أو بالقوائم المالية لهذه الشركات، وده أثر إيجابا على الاقتصاد المصري بشكل عام ودفع معدلات النمو للاقتصاد المصري نحو الارتفاع. ولكن يعني خلال الفترة الماضية شهدنا بعض الاستثمارات الأجنبية بخلاف الأموال العربية انخفاض خلال العام الماضي، وده كان نظرا للظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها يعني الذي يمر بها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والأزمة الجيوسياسية، والتي دفعت أغلب البنوك الفيدرالية الدولية لرفع معدلات الفائدة ورفع العائد الخارجي من المخاطر، وده اللي دفع أغلب رؤوس الأموال إلى الاتجاه إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع. ولكن يعني اعتقد ان احنا خلال الفتره المقبله ما زلنا بنشاهد ان مصر هناك يعني فرصه قويه جدا بالاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو وتحقيق ارباح على الاموال المستثمره، وما زال الاقتصاد المصري جاذب جدا للاستثمار وضخ رؤوس الاموال، وهيكون ليه عائد كبير جدا على الاموال المستثمره خلال الفتره المقبله ان شاء الله. نعم، كنت سانتقل معك الى نقطة أخرى، وهو يعني إلى أي مدى استطاعت التشريعات الجديدة والحوافز الاستثمارية جذب المزيد من الاستثمارات في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادية برأيك؟ يعني أنا شايف من منذ بداية خطة الدولة المصرية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، يعني شايف من منذ أكثر من 8 سنوات شفنا في بعض التشريعات الاقتصادية التي تخدم بيئة الاستثمار في مصر، وذلك من خلال إزالة العوائق والتحديات التي تواجه جميع المستثمرين سواء أجانب أو محليين. أعتقد أن كان هناك بعض التشريعات وبعض تحسين وتعديل العوائق والعقبات التي تواجه رؤوس الأموال المستثمرة، ومنها استخراج الرخصة الذهبية خلال العام الماضي، وده اللي احنا شاهدناه من السيد رئيس الجمهورية ومن السيد مصطفى مدبولي بإصدار الرخصة الذهبية في مختلف القطاعات. أعتقد أن دي كانت من ضمن المحفزات التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري. أعتقد كان هناك يعني
تحدي كبير جدا من قبل الجهاز التنفيذي للدولة لإزالة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، ونجحت بالفعل خطة الإصلاح الاقتصادي في جذب مزيدا من رؤوس الأموال التي ضخت في الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية. أعتقد أن دي كانت من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز أو زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري، وأيضا من ضمن هذه الإجراءات هي سياسة ملكية الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي يعني تهدف إلى زيادة مشاركة الاستثمارات الأجنبية وخاصة القطاع الخاص أيضا في زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل نسبة مساهمة الاقتصاد أو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 60% على مدار الخمس سنوات المقبلة. أعتقد أن دي كانت من ضمن الإجراءات أيضا التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وده اللي هينعكس إيجابا على زيادة الناتج القومي الإجمالي المصري، وأيضا هيساعد أو هيساهم في تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي المصري، وأيضا هيساعد الدولة المصرية وخاصة وزارة المالية في تحقيق الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وده اللي هيتيح للحكومة زيادة برامج الحماية الاجتماعية التي تخدم المواطنين خلال الفترة المقبلة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصفة عامة. أعتقد أن احنا يعني ماشيين في الطريق الصحيح منذ بداية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي. أعتقد أن هناك مردود إيجابي على تنفيذ برنامج خطة الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 تحديدا. أعتقد أن ده ما زال هناك. حسنا أستاذ حسام معيد الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.